هنروح لدوري المرتبط لكرة السلة رجال النادي الأهلي تصدر مجموعته طبعا حضراتكم عارفين مجموعتنا كانت الاهلي دسوق سموحه وطلائع الجيش النادي الاهلي استطاع انه يفوز في كل مبارياته كبار وصغيرين ما عدا مباراه سموحه للصغار مرتبط وكانت مباراه عباره عن تحصيل حاصل ولكن الاهلي يتربع على عرش المجموعه وان شاء الله هيقابل في دور ال16 هيوبلس رابع المجموعه الاولى وهتكون المباريات يوم 2 نوفمبر و5 نوفمبر هتبقى مباريتين ويتأهل الفائز ان شاء الله للدور اللي بعد كده اللي هو غالبا هيكون دور الثمانيه طبعا وهننتظر الفائز من سبورتنج والقناه وغالبا هتكون الدنيا رايحه على سبورتنج اكتر يعني غالبا دور الثمانيه هيكون مع نادي سبورتنج المحترم طبعا بقياده وائل بدر او كابتن وائل وطبعا بعد الجهاز الفني يعني ما طور كثير في اللاعبين عندنا مباراه اليوبلي ثم سبورتنج باذن الله وفي طريقنا قبل النهائي غالبا هيكون نادي الزمالك ده يعني من قرايه القرعه وغالبا الفاينل هيكون الفائز من الاتحاد والجزيره ان شاء الله في حاله فوزنا ومشينا بانتظام في المكسب كل التوفيق لمستر اجوستي بوش المدير الفني والجهاز الفني كابتن احمد جرحي وطارق الغنام ورامي الدياسطي كل التوفيق ليهم ان شاء الله واللاعبين اكيد فيما هو قادم